راح حبينا زيدا تكون عودة على الأحداث اللي صارت من عيون بيان سور تلميذ حفوز والإطار التربوي والمجتمع المدني، كيفاش كانت مواكبة الأحداث الأليمة. خلينا نقول هذاك علاش مباشرة معايا في المباشر مراسلنا زميلنا سيد عبد الحميد سلمي. مرحبا سي عبد الحميد. أهلا نور، تحية إليك وإلى كل زملائنا الأفاضل الذين عودونا على الإبداع وعلى الإمتاع، وتحية كذلك إلى كل المستمعين الأوفياء لإذاعة حياة. أنا يخليك مشكور جدا. كما شهدنا بريسك في تونس الكل مسيرة كبيرة اللي تنظمت كبار صغار مواطنين تلامذة طلبة ناس كل خرجت بيان سور في يعني مسيرات سلمية وتضامنية لاحتجاجا على الوضع في غزة وفي فلسطين الشقيقة. باش نحكيو على مدينة حفوز كيفاش تفاعلت مع الأجواء المسيرة. أكيد نعم نور، كانت الأجواء حقيقة رائعة، كانت يعني فيها متى حماس كبير، فيها صدق كبير، فيها فواء كبير. بالمناسبة نور يعني اسمح لي أن أبلغ تحية أجلال وإكبار إلى كل أبطالنا في فلسطين كبارا وصغارا نساء ورجالا، وكذلك نهدي باقات ورد ننشرها على قبور الشهداء بكل فخر واعتزاز، مع دعوات وابتهالات وصلوات وصرخات بأصوات عالية تخترق الجدران وترتفع إلى السماء لتلتحق بأرواح الشهداء الأبرار وتناجي ربها بأصدق المعاني وأنقى الكلمات: اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. أمين يا رب. نعم نور، كانت الأجواء حماسية، ثم ما مختلف شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم من أطفال من تلاميذ من أولياء نساء ورجال، يعني كلهم تجندوا كلهم تضامنوا تضامن صادق، لأنه الشعب التونسي عامة يعني يكره، يعني لا يتحمل الظلم، لا يتحمل القهر، لا يتحمل الاحتلال. معاناة الشعب الفلسطيني يعني عقود من الزمن، لكن حتى يعني بقمة الوعي متاع الشباب متاعه ومتاع الأطفال يؤمن بالعروبة، يؤمن بالإسلام، ويؤمن بالقضية الفلسطينية. مزيد من التوضيح حول المسيرة التي انتظمت يوم أمس في معتمدية حفوز، وجابت تقريبا نور كل الشوارع وكل الأنحاء، ودامت تقريبا 4 ساعات. ستأتي على لسان الأستاذ والناشط بالمجتمع المدني السيد الفاضل نجيب العبداوي. مرحبا سي نجيب العبدوي، اكيد مدير مؤسسه تربويه ونشط بالمجتمع المدني، مشكور جدا على قبولك الدعوه. خلينا ناخذ معك اكيد باكثر تفاصيل كيفاش كانت الاجواء بيان سور اللي صارت البارح مواكبه لاحداث غزه. مرحبا بك الاخت نور، ومرحبا بسي عبد الحميد، ومرحبا بالحياه افهام. الله يخليك. اللي عودتنا يعني في كل مناسبه يعني تكون تتابع يعني الوضع خاصه في مدينه حفوز عبر المراسلات اخونا يعني واخينا سي عبد الحميد السالمي، وموجودين ديما معانا في كل حدث. باهي نرجع اللي صار امس، يعني شفنا كيما الشعب التونسي كيما الشعوب العربيه الكل وكيما يعني الناس الاحرار في العالم، الناس اللي يفكروا في الانسان ما يفكروش يعني في الاختلافات اللي تكون على مستوى العقائدي ولا على المستوى القومي ولا على المستوى واحد، قضيه انسان، قضيه انسان، حركه الشارع، حركه التلاميذ، وحركه الاطار التربوي في حفوز، فهمتني، والتحقوا بينا يعني كل فئات وشرائح المجتمع. بالضبط، احنا شفنا الصغار، هو دائما يعني كي تشوف الحماس عند الصغار بالاخص هو اللي تقول شنو اللي يتحرك في الصغار الصغير اللي مازال يعني مازال ماهوش ما عندوش بوتيتخ النوسيون يعني بالضبط او الوعي الكافي اللي يخوله باش يفهم يعني البعد نتاع القضيه الفلسطينيه والغابور اللي بيان سور يجمع ما بين البلدين والعلاقه الوطيده اللي تجمعنا منذ سنوات. هذا اللي الحقيقه فاسينون، والحاجه اللي ريناها اللي الحقيقه تستحق
انه الواحد يغزر لها باكثر عمق، بما انهم كما قلنا يعني صغار مازالوا ما همش حتى عندهم مفاهيم حياتيه مازالوا ما همش فاهمينها، ولكن يخرجوا بالحماس اللي ريناه بال خلينا نقولوا بك النعره هذيك وال الاكسيتاسيون هذيك اللي يجمعهم اللي بوان معين وحب ودعم للقضيه الفلسطينيه، الحقيقه حاجه نقولها للناس الكل ونقولوا بالحق اللي القضيه الفلسطينيه ريالمون تمسنا الناس الكل صغار وكبار. يعني صوره جميله جدا وصور ديجا توصلنا من البارح من حفوز كيفاش الصغيرات يعني خرجوا، والصوره هذه تتكرر في العديد من المعتمديات والعديد من الولايات. خلينا نقولوا يعني مسيرات بالالاف والالاف اللي جمعت فيها صغيرات وكانت يعني تجمعهم فقط هو الدفاع على الحرية والقضية الفلسطينية. يعطيك الصحة الأخت نور، كلامك الكل صحيح وكلامك الكل في المكان نتاعه. الأكثر من هذا هي الأجواء، هي أجواء حشيك يعني أجواء حزن بالضبط، هذا هو اللي نشوف فيه المشاهد يعني والفيديوهات يعني تفرجوا عليها كبار صغار، فهمتني؟ علاش؟ لأنه القضية الفلسطينية يعني تولد معانا يعني من يولد المواطن، يعني قضية إنسانية وقضية عادلة. انت الاخت نور يعني نتصور حتى نحن كي نشوف في فنزويلا وفي كولومبيا وفي الصين وفي الافارقه وغيره وكذا، لان منتصر الانسان، فهمتني؟ صحيح يعني نحي البعد القومي والبعد العقائدي والبعد يعني الاثني ولا غيره وكذا، فهمتني؟ يعني اللي جمعنا الكل هو الانسان. يعني كي نشوف كما قلتي انت، يعني كي نشوف نحن وليدات صغار، نحن قلت بالرغم من الاجواء نتاع حزن واحد لكن فرحتنا كانت كبيره في المقابل، فهمتني؟ لانه نحن الرساله هذه باش تحملها كل الفئات الصغيره، راهو بالحق يامس الناس الكبار اللي تاثر في المسيره. الحاجه الباهيه المسيره يعني جابت كل شوارع مدينه حفوز يعني دون اي اضرار ودون يعني حتى كلمه يعني مش في بلاصتها، فهمتني اخت نور؟ بالضبط، هذا هو يعني التنظيم بالضبط اللي كلام ذا ولا يقودوا فينا صغار، راهو نقول لك راهو 7 سنين وثمانية سنين وتسعة سنين حتى 16 سنة يقودوا فينا ويردوا في شعارات يعني هنا نحن يعني قلت لك الاجواء هي حزن، يعني الناس ما ركبتش البارحة الأولى، عندنا حتى زملاء يعني الأساتذة حكينا أيام في قاعة الأساتذة واحد، فهمتني؟ يعني الشعور شعور يعني تشوف يعني بالصدمة صدمة، يعني هنا تشوفوا بالعكس، يعني هنا اللي قام به الكيان الصهيوني هو يعني الصدمة الإنسانية وذا باش يدرس، راهو باش يدرس راهو قرون يا أخت نور، راهو باش يدرس الشيء اللي صار مع شعب أعزل في رقعة جغرافية صغيرة يعني ما تجاوز 360 كيلومتر، يعني هنا قصف بأسلحة يعني محرمة دوليا يعني ضد الأعراف والقوانين الدولية، هنا هذا الكل يعني علاش قلت لك هنا برغم الأجواء كلها حزينة لكن فرحتنا كانت كبيرة، لأن في العمارة هذيك من 7 حتى 16 سنة مستوعبين راه حتى ثم كلام خرجوا من الابتدائي بالضبط، هذا ما يقروش خاطر نحن المسيرة كانت فيها الكبار الإعداديات والمعاهد الثانوية. نحن هنا زاد ما نقول لك حاجة أخرى الأخت نور، راهو بالنسبة للتضامن مع فلسطين راهو مش وظرفي ولا يعني هذا يعني نحن ريتي من نهار 7 اكتوبر نهار 7 اكتوبر التلام ذا ريتي نحطوا لهم نحن نحطوا لهم الاغاني الملتزمه، نحطوا لهم الاغاني الحماسيه الثوريه اللي تتغنى بفلسطين، تتغنى بالارض، تتغنى بالشعوب يعني المقاومه في العالم وكذا، صدقيني يعني يسمعوا الاغاني هذه مش من احنا في بالي قبل نقولوا هذوما يعني فئات نتاع راب ونتاع يعني اغاني غير هادفه وكذا، بالعكس صدقيني يسمعوا وين الملايين يبكوا، يسمعوا انا فلسطيني يعني يبكوا تتحرك فيهم الوطنيه وحب فوالا القضيه الاغاني هذيك وحماسيه، قلت لهم كلام معناها يتفاعلوا معايا بشكل اخر مش يشطحوا فيش كذا، بالعكس صدقيني يبكوا وبالمحافظه نتاعهم في الريكرير يلتزموا تضرب السنوريه مش يقرا على الروح، هذا ما ننسوش زاد الاطار بالتربوي، اطار التربوي لو كان عنده دور كبير هذا هو باش عرفهم القضية الفلسطينية وحكى لهم. أنا حكيت حتى مع الأساتذة نتاع العلوم الإنسانية قلت لهم أنتم يعني تشرحوا للتلامذة تشرحوا لهم القضية هذه إيش معناها، إيش معناها العداء، راهو عداء راهو مش بين عقائد مش بين ديانات، بين ناس يعني مختصة بالأرض، ناس يعني جد مهم جدا انه المساج يوصل واضح وما غير يعني فقط يعني الحقيقه كما هي من غير يعني اي نوع متاع كراهيه او لخبطه في العقائد الدينيه او لا، يعني كل حاجه في بلاصتها، ومهم جدا انه يكون المساج واضح. صحيح
صغيرات هذوك فهمت صغيرات يقول لك ليه رانا مش نزيد اليهود محلاها محلاها ريت تخرج من الافواه نتاعهم يعني يقول لك عندنا اليهود في تونس فاهمين بالضبط بالضبط هذا هو سي تري امبورتون حاجه مهمه جدا انا بالنسبه للمسيره خرجنا نحن من المعهد فرات حشاد هنا يعني عملنا دقيقه صمت على شهداء شهداء اللي سقطوا يعني البارحه الاولى يعني سقطوا في القصف العدوان هذاك الظالم على المستشفى المعبداني فهمتني يعني تحمسنا الناس كل بعد حيث عالم عملنا دقيق صمت على ارواح الشهداء وانطلقنا من غادي يعني شعارات كانت هادفه تغنينا يعني بالشعب الفلسطيني دعينا للمسانده للشعب الفلسطيني دعينا حتى لتجريم التطبيع فهمتني وان شاء الله موقف تونس هذا موقف تونس مزيان برشا موقف تونس هزنا روسنا هذا هو هزنا روسنا الموقف هذاك الشعب وسلطة وإعلام وكل هذا هو الحقيقة سي نجيب يعطيك الصحة سي علي دخلت معنا ومشكور جدا سي عبد الحميد الحقيقة على الصورة احنا حابين ننقلوا غيالمون حتى بالناس اللي قاعدة تسمع فينا وحتى تتفرج علينا هي صورة غيالمون على اللي علي صار في الأيام اللي فارتة اللي تعداوا والأيام الفارتة كما قلنا من مساندة كبيرة يقشعروا لها البدن الحقيقة وقت اللي تشوف الناس بالآلاف الصغيرات اللي كما قال الحقيقة سي نجيب قال كلمة مزيانة برشا قال الصغيرات ولات هي اللي تقود فينا بك الحماس وبالنظام وبالنعرة وبالمحبة محبة الوطن ويعني الفهم نتاعهم للمفاهيم اللي بتدخل مناش يغيب عليه اش معناها مفهوم الحرية وحب الأرض وحب الوطن وإنه ناس شعب محتل وانه ناس تجيك تتفك لك ارضك فانه وارض مغتصبه والعديد من المفاهيم اللي تلقى الصغير كي يسمع اغنيه وطنيه او تجبد القضيه الفلسطينيه يبكي يبكي وحده ويحس على القضيه هذا كل شفناه من خلال المسيرات السلميه ومشكور جدا سي عبد الحميد الحقيقه على هالصوره الجميله اللي زاد ذكرنا بها واليوم بيان سور حبينا تكون لنا عوده على اللي صار البارح. وقال سي عبد الحميد هي اجواء حزينه صحيح للناس الكل لكن الفرحه تمت في التفاعل مع الحدث بالضبط هذا الانسجام الوعي اللي لقيناه عند تلامذه عند صغيرات اصوات مرتفعه تنديد معناها بالاعمال اللي يقوم بها الكيان الصهيوني مسانده مطلقه للشعب الفلسطيني ناس صدقني حتى من خلال التفاعل يقول لك ما عنديش حتى رغبه في الماكله ولا معناها في الماء ولا في حاجه وكالشعب قاعد يقاسي لهنا قمة التفاعل ولهنا يقولوا هذه هي طبيعة العلاقة بين الشعبين وخاصة كي نكرسوها لها الصغيرات هذوما اللي هما قدوة واللي هما المستقبل واللي هما باش يكملوا المشعل